السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تبقوا دايما في صحة وسعادة وهنا العمر كله يا رب. اولا احنا كنا ايه، عملنا بنص كيلو دقيق، قلنا هنعمل رغيفين مصري اللي هو العيش الفلاح، هنعمل منه 2 بس، وهنعمل 2 شمسي. حلو، ولا شمس ولا مروحة ولا اي حاجة، احنا كل اللي بنعمله زي ما وريتكم كده وبنغطيهم ونسيبهم يخمروا، مفيش اي مشكلة. بصوا، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا ان شاء الله زي الفل. بصوا رغيف اهو المصري اللي احنا قلنا عليه، وادي التاني. بصي 2 طري جدا، بصي طري والله زي الفل، بيتفتح. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بس، اللهم صل على النبي اهو، يتحشي سندوتش ما شاء الله زي الفل. ده العيش الايه المصري. نيجي بعد كده، ادي العيش الشمسي زي الفل، ما فيهوش اي حاجه. وادي الرغيف تاني برضه صغير، بس مش مشكله، كل واحد يعني اهو. بعدين اهو بصي، بسم الله الرحمن الرحيم، برضو اي حاجه بنعملها بنسمي بسم الله. بس العيش قلبه ابيض زي الفل ازاي؟ بص، مش ده الشمسي اهو زي الفل. وكل دول ما شاء الله عملناهم بنص كيلو دي بس، مش اكتر من كده. يعني لو كل ست بيت تعمل زي كده، والله العظيم الخير هيبقى في بيتنا وهيزيد، والبركه كمان ربنا سبحانه الله وتعالى هيبارك لنا في الحاجه اللي احنا بنعملها. ادي نص كيلو دي، عملنا العيش الفلاحي اهو زي الفل وبيتفتح وزي الفل. وادي العيش الشمسي برده زي الفل، ما فيهوش اي حاجه. ماشي، بعد كده احنا قلنا ايه بقى؟ يعني النهارده الجمعه ان شاء الله، جمعة نادي علينا جميعا يا رب، يسترها معانا دنيا واخرة يا رب. احنا قلنا هنعمل فطار حلو جدا مع العيش الحلو الطري ده، هنعمل ايه؟ بس قبل ما نعمل الفطار، في فكرة حلوة قوي دلوقتي. انت لو عندك عيال، والبيت طبعا غالي ومش هنقدر نجيب، لا نجيب، ممكن نجيب واحدة. حلو، واحدة دي الجهاز ده حلو قوي، جميل يعني، هو مش اختراع ولا حاجة، هو موجود في السوق. بس بتعملي ايه؟ بتحطيها كده، بعدين بتعمليها كده. بص اهي، مفيش اي حاجه اهي، تنزل بقى ايه ما شاء الله شرايط جميله كده. بصي الله اكبر، بصي ما شاء الله، بصي وديتي بقى ايه، الاصفر لوحده والابيض لوحده ما شاء الله جميل. ادي من بيضه يا ستي اهو ما شاء الله زي الفل. بعدين ايه بقى؟ اللي عايز ياكل بيض ياكل، كل واحد مش لازم يعني، هي البيضه يا خلاص هنقطعها كده هتبقى حلو. بس فكره جميله دي حلو. وطبعا اللهم صل على النبي، الجرجير بتاعنا الحلو الاخضر. بس يوم الجمعه اليوم ده بيبقى حلو قوي، الناس كده تبداها كده بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وتجيب حاجه خضرة كده جميله. اليوم الجميل ده بتاع يوم الجمعه، بس كله اخضر زي الفل. الله يبارك لك يا ام رزق، ربنا يسترها معاك يا رب. بصي مفيش ورقه فيهم صفرة، الست دي الله يبارك لها صراحة. أما بجيب حاجة حلوة بدعي لصاحبة الحاج، والله الله يبارك لها. بصي ادي كده احنا عملنا البيض وجبنا الجرجير وغسلناه زي الفل، ما فيهوش أي حاجة. بعد كده بقى ايه، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، بنجيب سفرتنا الجميلة. بصي دي بقى الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. بصي الجبنة بتاعتنا القديمة، بصي بصي جميلة ازاي، بصي الله اكبر، بصي اللهم صل على النبي، بصي جميله والله جميله. بصي بقى انا امشي مكعب واحده واحده. دي الدقه اللي احنا كنا عملناها من فتره، الدقه دي جميله قوي، معموله بسمسم وحبه البركه، فيها تشكيله حلوه قوي. خش على القناه وانت هتشوفيها. بعد كده ادي البصل، ما قلت لك قطعيه 4 ارباع، الواحده كفايه، قطعيها 4 ارباع اهي. بصي اهي، وادي التاني اهي 4 ارباع زي الفل. ساعات بيبقى حامي ومحدش بياكله، والتانية دي انا سبتها سليمة للي عايز ياكل يعني. لو كده والله خلصت، ابقوا قطعوا التاني. وادي الخيار، وادي الطماطم زي الفل. طبق برضو تشكيلة كده، بص تقطعيه كده تشكيلة حلوة. الحاجات دي بتبقى حلوة على فكرة وبتفتح النفس، يعني طبق خيار زي كده مع البصلاية مع الطماطم زي الفل، حلو كده.
نيجي بقى ايه بعد كده. بصي الفول ده احنا اللي عاملينه في البيت، احنا ما بنشتريش فول من بره. بصي وحاطه له طحينه على فكره، بصي اه جميل كله طحينه وريحه الطحينه جميله جدا فيه. بصي احنا اللي عاملينه في البيت، انا لسه عاملاه. بصي سخن ازاي، انا مسخناه بس على النار زي ما قلت لك، بطلعه من الفريزر واحطه ايه في المطبخ للصبح، بيكون ساب بحطه على النار مع شويه ميه يا دوب. بعد كده بحط الملح والكمون والكزبره والبهارات وحبه الطحينه بس، بجد والله بيبقى جميل جدا. هذا الفول دي بقى ايه، اللهم صل على النبي لو فاكرينها، البتنجان ابو دقه. بصي اه بتنجان ابو دقه اللي احنا كنا عاملينه، اللي تشتروه تشتروه من المطعم. بصي بقى فاكرين دي ايه كمان، دي الطعميه اللي احنا كنا عاملينها. بصي بصي زي الفل ما فيهاش اي حاجه اهي، بصي وخضره خضره وزي العسل. وكمان عملنا قرص تاني، مش دول الطعميه اللي وريتها لكم اهي، عملنا طعميه، عملنا ايه عجه زي الفل وخضره وجميله. تسلم ايه، تسلم ايديا يا ربي. بصي خضره اهي، مش بص القلب بتاعها اخضر اه. دي العجه اللي احنا كنا ايه عملناها، الفطار ده كله عملناه مع بعض. نزود بقى ايه البيض اللي احنا كنا عملناه، نزود كمان ايه طبق الجرجير الحلو اهو. بصي طبق الجرجير اهو، الجرجير الجميل بتاعنا اهو. بصي هنحطه كده. وايه كمان تاني، العيش بتاعنا الحلو. بصي اهو العيش الجميل بتاعنا الحلو ماشي، بجد بألف هنا وشفا يا رب للي ياكل، ويجعل دايما كده أيامنا تبقى حلوة، وربنا يرزقنا البركة والخير يا رب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.